السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بالحلقة الأخيرة من لعبة Resident Evil Village. بالحلقة السابقة انقتل بطل اللعبة وكانت صدمة بنهاية الحلقة، وبهاي الحلقة راح نلعب بشخصية كريس الضابط ونكمل القصة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فبهاي الحلقة لازم ننتقم من الأم ميرندا، بس للأسف بشخصية كريس. مثل ما قاعد تشوفون الأسلحة كلها تختلف لأن نلعب بغير شخص. سلاحنا خرط Call of Duty نلعب. ما نعرف بهاي الحلقة ايش راح نصير، هل راح ننقذ الطفلة روز لو لا. بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نطلع قبال ونشوف شنو راح نقابل. ليش هذا هيك تحسه يعرج مدى يمشي؟ متعلمين على إيثن. أوكي، هذول جماعتنا باعوا، هذول الشرطة. الطيارة مالتنا اللي تشوفون. أوكي قناص العب. أوكي هاي هذا القصر اللي تشوفون. أوكي أوه ماي جاد، باع الأم ميرندا سوت بالطيارة، هذول نزلوا على القصر. Oh. How are you planning on reaching the objective? First, we're gonna have to take that thing out. I've got your back, boss. Let's get to work. طين هذا القناص ليش أخذته؟ Everyone watch for hostile bioweapons. Roger. Okay. يا أخي تيم ده نلعب تيم. أعتقد لازم ننزل من هنا. يلا تعال وراي وراي. سلف. لا. شلون سلاح قوي هذا؟ ماكو بعد. أنا مو إيثن الفقير. فتحنا الباب. أوه ماي جاد، هذا البيت اللي احترق، هذا المكان اللي كان فيه إيثن. هذا البيت ورانا اللي احترق شباب هنا هذا. Let's go. هاي الأم ميرندا هاي لو شنو هاي ذني مال أم ميرندا ذني. طريقة أعتقد من نالي وراه. سد. طلع منا. فتحنا هاي الباب. العب العب العب، سجلنا هدف جول. ناظر ليلي. بسم الله. اوكي تعال ابلع هاي الرمانة، ابلع. واو المسدس. اوكي نفق طبعا، هذا ظلمه كله ناظور ليلي هذا كريس يابه. صحيح وينها وينها وين الحقيقيه؟ ميا الحقيقيه وين؟ اذا كانت ميا هي ذيك ميرندا، عاد مرتي الحقيقيه وين؟ How did Miranda even know Rose exists? We can figure that out later. Focus on the plan. اوكي خلينا نركز على الخطه وهاي السوالف بعدين. I found it. It's the Megamycete. وات شنو هاي؟ يمكن هاي بنتي شباب هنا محوليها فطريات. او ماي جاد. اوه الفا سكواد اوف لوكيتد ذا ميجامايسي سو ناو وي كان اند ذس ميس افتر اول اباوت دام تايم. فجرها ماي جاد بابا اعطيها هاي فجرها. There's enough there to blow the whole village sky high. Let's get out of here and blow the damn place. Not before I end Miranda. I'm not taking any more chances. I'm going in. Roger that. Standing by. Hey, nice. Captain, I have eyes on Miranda at the ceremony site. Okay, خلنا نتوجه على الأم ميرندا. Let's go. متحمس. بس مقهور على إيثن يا أخي. ليش يعني؟ إيش قد لعبت بي؟ تالي متالي يجي ينعلس بسرعة. تسمع اصوات اصوات غريبه. وين تحجيه؟ اوكي هذا معمل مال ميرندا. اوكي هذا معمل ميرندا، هنا تصنع الوحوش. او ماي جاد هاي المره الطويله. نايس. شنو هذا؟ ايش تسوي هنا؟ شنو هذا؟ اوكي هاي الجنين، وهذا شنو؟ اعتقد هاي بنتي روز، وهاي الام ميرندا شايلتها. هاي شنو؟ هاي أم ميرندا، بس هاي الطفلة منو؟ اوكي حطوها بهذا المكان. هاي الطفلة نفسها. باع باع باع، اكو طفلة، ما اعتقد هاي بنتي، هاي جنين.
بدا يكبر وصار طفل، بعدين انولد صار هذا الطفل شالته الام ميراندا، وبعدين هنا الطفله كبرت صارت بنيه يعني عمرها 12 سنه، وهاي الام ميراندا بصفها ما ادري ايش دير يسمون بعيونها كحله ما اعرف شنو ليسون عليها تجارب. عموما هنا حطوها بغرفه دول اللي يسوون عليها تجارب، وقامت تصيح خطيه هاي الطفله. من هي هاي الطفله؟ ما اعرف، اعتقد هاي ايفلين بالجزء السابع. انه شنو اكو عزيزتي ايفا، مر 100 عام منذ أن فقدتك بسبب الإنفلونزا الإسبانية، كنت عاجزة حينها لكن الآن أستطيع عادتك للحياة بالفطريات أوكي إيفا، هاي إيفلين بجزء السابع اللي قتلتها آني، تريد ترجعها للحياة عن طريق بنتي روز، راس سبب خطفتها. علمت أنه هناك طريقة لإعادتك للحياة إذا كان وعيك هناك أيضا، احتجت فقط إلى الجسم الملائم اللي هو جسم بنتي روز بنت إيثن. عندما عدت إلى القرية حقنت المزارعين بالعفن من الفطر الكبير. أوكي لهذا السبب صاروا مثل الزومبي دول يطلعوا لي كلهم مزارعين خطية. تمكنت هكذا من السيطرة وإجراء التجارب عليهم، أجريت التجارب على المئات فقط لإيجاد الجسم الملائم لك. حتى لزيادة الكفاءة حاولت خلق طفيلي سميته الكادو. تواصلت معي مؤسسة قالت إنها تستطيع مساعدتي، أعطيتها بعض العفن وحمضك النووي، لكنها صنعت مسخا آخر اللي هي إيفلين. لعد منية ريدة تريد تساعدها إذا هي إيفلين المسخ. أنا ما تفهمت شيء. علمت عن روز بفضلها وعلمت إنها الجسم الملائم، كان هناك بعض التدخلات ولكن استطعت إثبات ملائمتها. انتهى بحثي أخيرا إيفا، انتظرت كثيرا لأراك مجددا. إيفا هي إيفلين لو غير بنية؟ كتبوا لي بالتعليقات يا ريت. فهاي هاي الطفلة تريد ترجعها للحياة. هاي إيفلين باعوها، هاي إيفلين، هاي الأم ميراندا، وهاي الأم ميراندا باعوها. عموما هسه شنو لازم نطلع؟ افتح لي هاي الباب، نروح نلحق عليها لا تعلس الطفلة. وات هاي ميو، شو مي يور هاندز، هاي ميو الحقيقية. وير از ميراندا رايت ناو؟ Damn. It really is you. I'm مرات إيثن الحقيقية. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. وحتى التيم بيسوون عليك تجارب. Mia Winters. In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait. Okay. You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. Mm. So you tell me, where is my husband? زوجي راح. Where is my daughter? زوجي تودع. رحل. He's gone. خطية. I couldn't save him, but I can save Rose. نجيب اسم روز يا أخي. Come on, it's not safe here after all. Let's go. What do you mean he's gone? نعلس. He's dead. قلها إيه من البداية. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No, you're wrong. ليش؟ I tried to keep this a secret but شنو؟ ويش؟ You don't understand how special he is. منو؟ منو؟ منو المميز؟ What? What? Ethan. Ethan. إيثن ولك وين صابيع؟ صابيع مو كانوا ثلاثة؟ وين صابيع؟ وات؟ هذا أنا عشت إيثن؟ بعد صابيع ليش مو مقطوعة؟ واني وين؟ آه يمكن هذا العلس ليش كذي يتخيل؟ صابيعك وين؟ صابيعك وين؟ Shit. My body.
Faye. قبل لا تنقطوا مصابيع لو بعد بدي اعرف. من هاي؟ من هالبنيه؟ بس هاي البنيه يسوون عليها تجارب كانوا في الصور. ايفلين هي هاي. هي هاي ايفلين. هاي اللي يسوون عليها تجارب بالصور. مات؟ Dead? لا. I mean Miranda. She. No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still... What? ميت كل هاي الفترة. See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt. What? Remember. الجزء الأول السابع قبله يعني. هذا الرجال أخ. Years ago, the Baker House. من هذا ضربني. يعني شو على أساس أنا ميتت؟ Were murdered by Jack. What? تعال شلون طلع عايش؟ You died there. 3 years ago. What? لعشون عاش وانقطعت أصابعه. That's impossible. No way. He shouldn't even be able to walk around. Quit messing with my head. Sorry, honey. Shouldn't be walking. Screw you! أطيه. صحيح هون شو وتعضعض وتضرب ويحطون يدهم ببطني ويطلعوها كل شيء ما يصير بيه حرفين هذا إيثن مو طبيعي يعني مو بشر طبيعي لازم صاير له شيء لأنه تعضعض وتضرب وتهلس ويوقع وتفلش وكل شيء ما يصير بيه تنقط قطبة إيده ورجع ركبها سالفة مو طبيعية. I did all that. Rose, Mia, I. بعد روز شلون جتي؟ هذا هو ميت من الجزء السابع. بدفرة انعلس وقع. What بعيدة شبيها؟ كل صار بهذا العفن وال. بكتيريا مال إيفلين أو ميراندا. Your whole body is nothing but mold. عرفت تهمت. You can't ever see your family again. لا. Family. Family. No. Rose. I have to. Save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose. او ماي جاد خطيه زي روز شلون جتي روز هذا هو معلوس من الجزء السابع وات ايثن ايه كان يحلم رجعت اصابعه شلون عاش طلعت قلبه شلون عاش ماي كارج ايثن يو ار هافينج ا نايتمير اي كابوس بس شلون مو طلعت قلبي شلون عشت دوك Your battle with Heisenberg was a sight to see. But to think Miranda would show herself. شكراً أبو كرش! How long have I been out? Not long till dawn. Yes. Luke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. Hello! If they arrive shortly.
ثواني شباب، إيثن مو طبيعي، حالة حال ذول الوحوش، كل شي ما يصير بي تنقطم ايده يرجع، طلع قلبه يرجع طبيعي، لأنه مثل ما قالت لإيفلين انت عبارة عن بكتيريا اصلا، انت ميت من الجزء السابع وصاير بيك هذا الوباء. شلون هذول الزومبي؟ بس انت مو مثلهم شرير، انت هدفك بس العائله، تريد تحمي عائلتك، انه انت تقنع نفسك انه انت طبيعي، بس انت مو طبيعي، فلهذا السبب متخذ جانب الخير وصاير ضد ميراندا وشلتها، بس انت اساسا ميت وبنفس الوقت عايش. فهمت شيء؟ يا رب فهمت. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. بس أعتقد هاي النهاية مالته، خلاص. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? صوتك شنو هذا؟ أريد أعرف هذا بكش. Even I can't quite answer that. ليش؟ شنو معلك ثوم؟ شنو هالثوم؟ ثوم ولحم. We're here. I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Yes. Are you ready? اشتقت لصابيعك يا اخي. I have to be. Okay. Let's go. I gotta go. Okay, استرجع روز من ميراندا. Let's go. اعتقد هذا الشراء الأخير راح أشتري منك بعض الأشياء، وهاي النهاية يا صديقي، راح أحاول أنقذ بنتي وما أعرف شنو اللي راح يصير. بسم الله، طور سلاحنا الجميل، طبعا هذا آخر تطوير للأسلحة مالتنا بعد ما نقدر نطور. تمام، أشكرك حبيبي، أنت ما قصرت. سمفو شنو؟ أوه نخزن، أوكي خزن. حتى من العلس نرجع منه ولا وياه راح تنتهي اللعبة. بسم الله، وينش ميراندا؟ ميراندا اليوم إلا جيب بيت روز. ابتعد ابتعد ابتعد. اقعد اقعد، ارجع 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 لك، ارجع ارجع ارجع. اوكي از جو ايتشي 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 ايتشي. ليتل ايفل ماي بيوتيفول دوتر، اخ كم تو مي. ترجع ايفلين. اوكي از ذات يو؟ اي بنتي. اخ هاو ايف ميسد يو. بس لا حولتها. فشلت. يس فشلت. My power is leaving me. روز جاج جاج، ما يصير بي شيء، ما يصير بي. تعال اصطخها واحدة بعينها. Your body certainly is normal. اي مو طبيعي جسدي. Give Rose to me now. You will see. Once I kill you properly, everything. ابني! No! جيبها! جيبها كفو! Let go! لك هديها! لك هديها! You spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose! He's mine! What the fuck? What? 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 You fulfilled your purpose. Tony! Tony! You disposed of my false children and awakened the glorious gods. But I... Come on! You understand the level of... I'm not letting you get away. How can you deny me? Why the hell did you realize Rose is my goddamn kid? The Megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. You're yeah, right. All it's done is drive me nuts. Feel the Dark God's wrath.
ولك 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 أكبر منك ما قدر لي. يما صارت ظلمة. وينك؟ وينك؟ Now, Mr. Winters, I think it's time you left Kingdom. Die, 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 die. Die, 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 die. I will take my daughter. If I combine Rose with a Megamycet, a century, all for this day. يما تعد 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 اختر وراي اختر وراي. اقعدي 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 تعال تعرفي شنو دواك. اقطعي to ensure I never see you again. اوكي ما عنده دم ما عنده دم ولا شبالك جيبي لي بنتي. شعلي انا بعيفة بنتي طيني بنتي. كي بنتي روز 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 It's alright, Rose. ما عليك بابا ما فين بابا بابا لا بس بما انه اني واحد منهم مثل ما قلت لكم وقتلت الأماية والوحوش اللي هي صانعتهم كلهم يروحون من انكتلت وبما انه اني واحد من وحوشها يعني اني هم راح انتهي. لا إيثن إيثن Come on, Ethan, wake up. اطلع الوجه اذا اشوف وجهه. Chris, Ethan. You did it. It's finished. I think we've finished each other. Ethan. We gotta move. يا اخي قوم شيله. وش نخذنا البنيه هو هذا حلمه. سواها البطل سواها البطل. Keep moving Ethan. There's a bomb in that thing. بعيدة راحت. Whole village sky high. إذا صارت هيك. Look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Ah, damn it. Mia's waiting for you. She's alive. You hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. Oh my god. Can you tell yourself? Now come on, it's not that much further. Watch over her. Teach her to be strong. God damn it. اوكي راح يفجرها. Goodbye Rosemary. Ethan. راح يقضي عليها.
خطير. بعد عناء شكشكتي انت. عاد كنت تتذكرك كنت تكبر من انت ضحيت على موته. اي باي. اوه ماي جاد. روز الحاضر اقدم التج. ما دريت انا بشنو مره. جو جو تيك اس اب ناو. مفروض هي تنعلس وإيثن اللي يعيش. خليته لي مية. Where is Ethan? أيه مراس المشاكل يا أبي. من وراء هذي شكيت شكل. Get moving. We have to get clear. No, we can't go. Not without my husband. زوجي زوجي. Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? Oh my God. فجرت. قضى عشر يا عيال. What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. What? حاولت انت حاولت ايش حاولت؟ So we could all escape. I'm sorry. Captain. You need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? افتهمت. Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's got to pay. يلا امشي نقضنا روز. Oh my God, خلصت. اوكي. هيا. هيا. وانتهت لعبة Resident Evil Village. لعبة الشكشك. اخراج، سيناريو، حوار، قصة، جيم بلاي، كل شيء 10 من 10. بس حرامات يعني اللي قهرني انه ايثن خلاص ضحى بنفسه. انا فرحت من رجع طلع عايش. فرحت اكثر من عرفت انه هو ما يموت، يمكن يطلع عايش بعدين. بس لا، هو قضى على الاب الزعيم اللي خلاهم يظلون عايشين اللي هي الام ميراندا. يعني ما اعتقد بعد يرجع. لو يطلع يرجع ما ادري شو تقولون. يطلع عايش ايثن لو خلاص. ها هي. او ماي جاد، لعبه تخبل. ما اعرف هل بيها بعد جزء راح ينزل بالمستقبل. حتى اذا راح ينزل جزء بالمستقبل يعني اقل شيء راد لنا 3 سنوات، لان المسافه بين الجزء اللي قبله وهذا الجزء تقريبا 3 سنوات لـ4 سنوات. فاعتقد لازم نصبر 3 سنوات لـ4 سنوات على مود ينزل لنا الجزء الجديد. على فكره سلسله Resident Evil سلسله كلش طويله، يعني بها عده اجزاء. يعني مثلا عندك Resident Evil 2، Resident Evil 3، كل سلسله تختلف قصتها عن السلسلات الثانيه. يعني هاي السلسلة اللي قاعد ألعبها من Resident Evil قصتها بس بهاي العائلة، عائلة إيثن وميا. بينما باقي Resident Evil العالم كله متحول وصاير زومبي. فأني أكثر شي حبيت قصة إيثن، يعني سلسلة قصة إيثن هاي اللي عجبتني أكثر من باقي السلاسل. أنا أصلا ما لعبتهن باقي السلاسل، مال Resident Evil 2 و Resident Evil 3 ما حبيتهن، لأنه قصتها عالم مفتوح ودوخة عكس هاي. هاي قصتها مختصرة على إيثن. اوكي اكو مشهد مشهد. اوه هاي القصة اللي كانت تقراها الام اللي هي الفيليج القرية. هالخاتم شنو هذا؟ مني هاي؟ وات هاي؟ اي روز اي روز بدي كبرت كبرت. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then you can touch it, but it'd be very very cold. Hey.
you were being silly. I don't think the moon feels like a kid. تتذكر نفسها لما كانت صغيرة. أمك وين؟ قولي لي أمك وين؟ اوكي وين راحت؟ راح تزور ابوها. لو تدرين ابوك شنو سوى على مودك وشنو شاف وشنو واجه. هي داد. اوكي ايثن وينترز. هذا بعيد ميلاده. كاتبين a kind husband and a loving father. يعني ما ادري انت افتهمت؟ I have a lot of tests coming up. You know how it is. Talk of the goddamn devil. من هذا؟ Duty calls. واجب. I love you. شكرا لمنسيتي أبوك أصيلة مو مثل أمك الجايفة. ما اجت حتى الزورة. Yeah, من هذا؟ Where else? قل عثرنا عليها. We have a situation. You're needed. Evelyn. What? Don't you ever call me that again. Whoa. Evelyn. It's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do. What? معقولة؟ الأم ميراندا نجحت. Stand down. I can handle it. الأم ميراندا نجحت وخلت هاي اللعنة مال إيفلين بيها. Way to keep it What? Together, Rose. You're a lot like him, you know. مثل منو؟ مثل أبوها؟ I know. ما أعرف أنتوا ليش دول أخذوها ويا واجب ما افتهمت. Okay. خلصت. تتوقعون انه الجزء الجاي راح نلعب بروز الجزء القادم راح يطلع ايثن عايش ما اعرف انا متحمس للجزء الجاي الواضح انه اكو بعد جزء بيها تكمله بس ايش وقت ينزل ما ادري خلصت اتمنى ينزلوها بسرعه انتهت قصه الاب الان او ماي جاد خلص ايثن والان ستبدا قصه البنت المفروض غير شيء اوكي ماكشي او ماي جاد خلصت اللعبه ب 8 ساعات وخمس دقائق بس اللي نشرته لكم اكيد اقصقص بيه اوكي مستوى الصعوبه سهل شباب هاي بس الاساطير يلعبون سهل خليها ببالك فقط الاساطير يلعبون اللعبه على السهل راح تقول لي انت نوب انا مو نوب انا اريد اوصل القصه اللي يريد يركز على القصه يلعب على السهل افتهمت حتى انت من تختار سهل يقول لك ستركز على القصه وسوف نتساهل معك الاندماج بالقصه انا اريد ادور قصه ما ادور جيم بلاي ولعب انا اريد العب اكيد لعبه على الصعب هسه يجي المهم راح نشتاق لهاي اللعبه فقط نبقى ننتظر الجزء الجديد مال ريزيدنت ايفل اشوفكم بلعبه جديده باي باي